اما هلا نيرمين متسئل لما حطتنا الاخيره اليوم لنحكي فيه عن موضوع دائما بنحكي عن اهميته وهو الرياضه، قديش الرياضه بتنعكس على جسدنا يكون جميل وحتى على نفسيتنا وروحنا. وهشاشه العظام فينا نقول اليوم من اهم مقاوماتها هي ممارسه الرياضه، والرياضه قديش بتاثر على حياتنا اليوميه، قديش مهمه للمراه الحامل وحتى انه يمكن نحن الصبايا لنحافظ على قوام رشيق. صح، مثل ما قلتي نور، وحتى في كثير امراض عم يكون علاجها الوحيد هو ممارسه الرياضه، يعني لا عم نحكي نحن بادويه علاجيه او جلسات، عم يكون فقط الرياضه خصوصا اللي بتتعلق بالمفاصل. اكيد نرمين لنحكي عن هذا الموضوع اكثر معنا غيداء ابراهيم، مدربه لياقه بدنيه. يسعد صباحك يسعد واهلا صباحك وسهلا من فيكي. الخير، اهلا فيكي حبيبتي. يسعد صباحك واهلا صباح. وسهلا فيكي. أهلا خلينا فيك نبلش مع حضرتك ونسال عن موضوع الرياضه وقديش بيفيدنا موضوع هشاشه العظام. هلا اول شيء نحن بنعرف انه هشاشه العظام هو المرض بصيب الكبار بالعمر شوي، صحيح، خصوصي النساء، لان لما بيوصلوا لمرحله سن الياس او انقطاع الطمس هن معرضين اكثر من الذكور للاصابه بهذا المرض. فاذا كان شخص مثلا، اذا كانت المراه هي اساسا فايته باسلوب حياه برنامج رياضي، ممكن تاخر شوي هيدي الاصابه عندها. بس اذا ما كنت فايته بهي باسلوب الحياه تبع الرياضه، المفروض ان احنا نبلش فيه حتى لو متاخرين. طبعا الرياضه بتفيد، وهي يعني اول شيء بينصحك فيه الطبيب اذا كان لازم احط اي حدا معه هشاشة عظام، بيقول لك انه مارس تمارين رياضيه بالاضافه طبعا للمتممات الغذائيه اللي لازم ياخذها. يعني فما فينا نحكي اكثر من هيك، يعني الرياضه كثير بس اساسيه. بس خلينا وضروري نحكي عن نوعيه الرياضه مشان نفهم كثير الناس اللي عم يتابعونا. في اساسا ممنوعات ومحظورات، لانه هشاشه العظام في لها نوعيه رياضه معينه تختلف عن فينا نقول الاجسام السليمه، في رياضات قاسيه، فهون ننوه اكثر على التمارين الرياضيه للاشخاص المصابين بهشاشه العظام. تماما. هلا اول شيء في عندنا رياضه حمل الاوزان، هي كثير ضروريه للاشخاص المصابين بهشاشه العظام. طبعا بطريقه سليمه، اوزان يعني الكوتش يكون مشرف على المريض، يكون جنبه دائما مشان ينتبه لموضوع الجلوس تبعه، موضوع العمود الفقري، لانه غالبا اللي معهم هشاشه عظام ممكن يصيبهم كسر اكثر شيء بالعمود الفقري او بالفخذ، بعظم الفخذ. فبهيك حالات لازم يكون الكوتش موجود جنب اللاعب، ينظم له جلسته، يكون جلوسه بشكل صحيح مشان موضوع مثل ما حكينا العمود الفقري. والاوزان ما تكون كثير زايده، بس انه بحيث انه تشد العضلات شوي اللي حوالين المفاصل واللي حوالين العظم مشان تعطي حمايه اكثر. كمان في عندنا رياضات الهوائيه مثلا، مثل المشي، مثل صعود الدرج، مثل الرقص حتى ممكن، بس على الخفيف وشوي شوي، منبعد عن تمارين الوسب، تمارين اللي فيها قفز كثير، الحركات اللي فيها التواءات زياده للخصر، للعمود الفقري، ممكن تاثر وتضر بهي الحاله. فنحن لا، منبعدهم عن هيدي التمارين، مثل مثلا تمارين اليوغا اغلبها فيها التواءات وفيها تني وهيك، بنحاول نبعد عنها، او اذا بدنا نلعبها بيكون باشراف كوتش مختص. باقي التمارين كلها مسموحه، طبعا الركض لا، مثل ما حكينا، قفز، وسب، هدول الشغلات منبعد عنها. باقي التمارين كلها مسموحه بس تحت اشراف كوتش، وطبعا بعد استشاره الطبيب. الطبيب المختص هو بيكون بيعرف اكثر، نحن بنعطيه مثلا البرنامج الغذائي للاعب، اللاعب بيعرضه على الطبيب تبعه، ممكن يعمل له تحاليل للكثافه العظميه عنده، لاختبار للياقه البدنيه، وعلى اساسه ممكن يوافق الطبيب او لا. كوتش، دائما نحن نشجع على اهميه ممارسه الرياضه ونقول العبوا رياضه، طيب ايمتى لازم نحن نوقف عن ممارسه الرياضه؟ شو الحالات؟ هلا اذا كان كثير بدرجات او حالات متقدمه ممكن وقتها نقول له انه ما في داعي يلعب رياضه، وطبعا بيرجع للطبيب المختص مثل ما حكينا. بس اذا كان هو ببداياته بالعكس بتساعد انه يضل العظم اقوى عنده، بتساعد بامتصاص المعادن اكثر للرياضه. طبعا لما انت عم تلعب رياضه عم تحفزي العضله انه تسحب غذاء، فبالتالي هي عم تسحب معادن، عم تقوي هيدا العظم، عم تسحب كالسيوم، عم تسحب. فبهي الطريقه لا، احنا بنقول له معلش. بس اذا وصل لمرحله، اذا كان واصل لمرحله متقدمه جدا، وقتها احنا ما فينا نقول له هلا تعال بلش رياضه، فلازم احنا يكون عندنا شويه وعي انه نبلش ابكر شوي. مثلا اكتشفنا اذا ما كنا اشخاص اساسا رياضيين، اكتشفنا انه عندنا بلش موضوع هشاشه العظام، نبلش على بكير افضل ما نبلش بعد ما تكون الحاله متقدمه. طيب كوتش غيداء، خلينا نحكي عن النساء الحوامل المصابين بهشاشه العظام، قديش بتفيدهم الرياضه وشو هي الرياضات اللي بيقوموا فيها؟ يعني نحن قلتي بدايه حديثك النساء معرضات اكثر لهشاشه العظام لانه اساسا هي معرضه للحمل، وفي بيكون طفل بياخذ جزء كبير من مخزون الكالسيوم اللي عندها. انواع الرياضه وقديش مفيده لها للمراه الحامل. تمام، نفس الحكي اللي حكيناه، نفس الرياضات فيها تلعبها بس على الخفيف كثير، خاصه اذا كانت هي ما مبلشه برياضه من قبل. يعني فيها تبلش برياضه اوكي، بس بتبلش على الخفيف شوي شوي،
أوزان خفيفة. طبعاً هي رياضة حمل الأوزان أحسن رياضة لكل الأشخاص المصابين بهشاشة العظام. لما بنقول حمل أوزان العالم بتخاف تفكر احنا كنا بنقول لك الأوزان قديش لازم أكيد هون ليش هون الكوتش شغلته هو يقدر حالته وعلى أساسه بيشتغل. أوزان خفيفة يعني شغلة 2 كيلو 3 كيلو مو أكثر من هيك. وغالباً الرياضات حمل الأوزان الحرة يعني من الوضع الوقوف أكثر شيء أو وضع الجلوس وضع التمارين الانسناءات للخلف تمارين الانسناءات للأمام الزيادة الالتواءات إن كان مرأة حامل وإن كان شخص عادي طبيعي ما بيصير يعملها. طيب كوتش كونو حكيتي عن الأوزان كتير منشوف كوتشز وخصوصا إذا مسجلين بنادي ولكن آلات فقط بيركزوا على موضوع الأوزان وبيقولوا إنه هو كتير ضروري لخفض الوزن والصبايا دائما بيخافوا ما بدي يطلع لي عضلات. خلينا نحكي الآلية اللي يعني هي شو بنسميها تمارين مقاومة هي اللي بتزيد الحرق. تمارين المقاومة هي غير تمارين حمل الأوزان. أكيد ما حيطلع عضل نحن يعني بشغلنا نحن شايفين أنا مدربة بناء أجسام. فأولا كشاب كبنت الشاب عنده ضعفين الكتلة العضلية الموجودة عند البنت وبيتعذب كتير وبياخد متممات كتير وبتوصل معه أوقات لأنه ياخد هرمون لحتى يظهر العضل عنده شوي. فنحن أساسا ما عندنا هي الكتلة العضلية الهائلة فما حيطلع عضل أكيد يعني قد ما لعبت رياضة بس تعرفي كيف عم تلعبي شو الأوزان اللي عم بتشيليها شو العدات اللي عم تعديها بالإضافة للغذاء اللي عم تدخلي مع التمرين تبعك. الغذاء هو 70% من شغلنا و30% تمرين. بيزيد وزن العضلة يعني بنشوف أشخاص بعد ما سجلوا نادي يمكن بيزيد وزنهم كيلو أو كيلين بيخافوا فهو طبيعي هي زيادة الوزن هو نحن عم نبني عضلة وليس شيء سلبي. تماما لا هو العضل عندك ببلش بيسحب سوائل فبيعطي شوية وزن زيادة اللي هو كيلو لكيلين مو أكثر من هيك. عدا عن هيك لا بصير في شد بصير في يعني شيب أحلى للجسم مو أكثر من هيك. بقى بيرجع الموضوع للغذاء مثل ما حكينا أنه بننتبه على موضوع البروتين الكربوهيدرات. هذا اللي بدي أسألك عنه يعني بختام حديثنا لليوم قلتي 70% هي أساساً غذاء و30% هي رياضة. خلينا نحكي عن الغذاء والمتممات الغذائية قديش مهمة والصحيحة يعني كتير بنشوف دعايات لمتممات غذائية لقصص نوعا ما هي تجارية ما بتفيد يعني بيكون إلى آثار سلبية. خلينا نحكي عن هي الجزئية. هلا بالنسبة للمتممات الغذائية هي غير الهرمون تماما. العالم بتخربط لما بتقولي متممات غذائية بفكروا انه هرمون. لا المتممات الغذائية هي شيء كثير ضروري وكثير لازم نحن ندخله خاصة للشباب لأنه الشباب بيشيلوا أوزان أكثر من البنات. بالنسبة للبنات ما كثير ضروري ممكن ناخذها نحن من الأكل الطبيعي الموجود مصادر طبيعية يعني مثل الفواكه مثل اللحومات مثل البقوليات يعني فينا نحن نكتفي بهذا المصدر. أما كشاب لا بده أكيد متممات غذائية لأنه يعني ما عم يلحق ياخذ حاجته اليومية من الغذاء فلازم ياخذ متمم مثل البروتين الكرياتين. قد ما أكل لحم الشاب خلال اليوم ما حيوصل للحاجة اليومية من الكرياتين له فلازم ياخذ متمم غذائي. نرجع لموضوع هشاشة العظام المتممات اللي لازم ياخذوها في الفيتامين سي الكالسيوم المغنيسيوم البوتاسيوم هدول كلهم ضروريين والزنك لازم يدخلهم بنظام الغذائي. إذا ما دخل بالنظام الغذائي يأخذ متممات غذائية بس من بعد عن الفيتامين A مثلا نخالة القمح الشغلات اللي بتصعب امتصاص الكالسيوم للعظام. أما غير هيك لا في يأخذ أي متمم غذائي يعني وبس هيك. بالختام بدنا نتشكر وجودك معنا الكوتش غيداء إبراهيم مدربة اللياقة البدنية وبناء الأجسام. شكرا كثير لكم. شكرا صباحكم خير. الكوتش الجميلة غيداء إبراهيم على وجودك معنا بتمنى لك التوفيق. شكرا كثير. شكرا كثير لك.